الأهلي ومسلسل خسارة النقاط. حاسة إن أنا بعيد الكلام وبقالي أكتر من حلقة بعيد وبزيد في نفس الكلام وبلف في نفس الدايرة بلا نتيجة. يمكن أداء اليوم كان أفضل شوية من المباراة السابقة لأنها فعلا دي ما كانش ليها زي، ولكن بالأخير أنت برضو فقدت نقطتين مهمتين جدا أو هامتين جدا في مشوارك للدوري. الناس اللي بتتكلم على مباراة اليوم وكانت بتقول هي مباراة زي أي مباراة، وأنا كنت بقول لكم لا، يعني دي مباراة عنق زجاجة. ليه؟ علشان أنت هتلاعب فريق قوي جدا، فريق ما بيرصش الأتوبيس، فريق عنده كورة حلوة، عنده مهاجمين بيعرفوا يسجلوا، عنده كوتش يعني أنا من وجهة نظري بشوفه أفضل مدرب بالدوري المحلي، يعني أكتر مدير فني أو مدرب فعلا بيعرف يتعامل مع المباراة بشكل كويس جدا. كابتن أحمد سامي ده من الناس اللي أنا كنت بقول يعني او كنت بتمناه من جوه قلبي ان هو يكون موجود في الجهاز بتاع النادي الاهلي لو كان يقبل ان هو يكون مساعد. فدي كلها كانت يعني وجهات نظر اتكلمت عليها في حلقات سابقه زمان، يعني عشان انا بشوف ان هو فعلا كوتش كبير وعنده فكر عالي جدا وقادر على تطوير اللاعبين بتوعه بشكل عبقري، يعني بيعرف ازاي يستخدم ادواته المتاحه. فالمباراه احنا كلنا عارفين ان هي ما كانتش هتكون سهله جدا، كنا منتظرين اداء من لاعبي النادي الاهلي. في بعض اللعيبه ما خيبتش ظني وفي بعض اللعيبه مش عارفه اقول ايه، ولكن فعليا انا شايفه ان النادي الاهلي كبير عليكم. اللعيبه اللي بتتعلى على الكوره، اللعيبه اللي حاسه انها عملت وخلاص كفايه كده، هو انتوا عايزين ايه تاني؟ او يعني احمدوا ربنا على اللي احنا قدمناه. اعتقد ان انت مهما كان عندك كوره احنا مش عايزينك. لازم تعرف النادي اللي انت بتلعب فيه، لازم تعرف حجم النادي الاهلي، لازم تعرف قيمه تيشرت النادي الاهلي، لان ببساطه شديده زي ما انت قدمت بطولات احنا كمان كنا بنقدم دعم غير مشروط. انت بتقدم بطولات او انت بتبذل مجهود بتاخد قدامه مقابل، ومقابل كبير جدا جدا ومجزي. ما شاء الله ركبتوا عربيات وعشتوا في فيلل والدنيا يعني عشتك ارتاحت يا باشا، فاللهم لا حسد طبعا، ولكن انت بقيت ده وبقيت بالاسم ده وبقيت بتمشي بالشارع الناس عايزه تتصور معاك علشان انت بتنتمي للنادي الاهلي قبل ما تبقى موجود بالنادي الاهلي ولا اي اندهاش. فاعتقد الرساله وصلت والكلام ده كان لازم ابدا بيه حلقه اليوم علشان كل واحد يعرف حجمه الحقيقي وحجمه الطبيعي ويعرف هو اضاف ايه للنادي الاهلي والنادي الاهلي اضاف له ايه. زي ما قلت لكم مباراه اليوم كانت نسبيا افضل، ولكن خلينا نتفق على حاجه، انت عندك عجز كلي في خط هجومك. اللي كان بيحاول يداوي كولر بان هو يلعب بالمهاجم الوهمي لما كان بيلعب بتاعه ونجح لحد ما اتصاب، ورجع حاول يعملها مع برونو وفشل فشل ذريع في ان هو يلعب في الحته دي، ما كانش احلى حاجه. بالاخير رجع للشكل الطبيعي والتقليدي ان انت بتلعب بسترايكر صريح، جرب بشريف فشلنا، جرب بشادي فشلنا. ارجع واقول انت ما عندكش المهاجم اللي تعتمد عليه بالنادي الاهلي، ما عندكش عماد متعب، ما عندكش فلافيو. انا كنت ليه بتكلم على شادي وكنت عايز اشوف شادي؟ علشان هو افضل من محمد شريف نسبيا، لو عارفين لما تقول افضل الوحشين. انا بتكلم بصراحه يا جماعه وبجد، انا مش هجامل ومش هطبطب ومش هقعد اقول زي الناس ما بتقول اصل دي اللعيبه الموجوده دلوقتي وده المتاح على عيني وعلى راسي، بس انا واقعيه جدا وبقول النادي الاهلي بيلعب من غير سترايكر. عندك مركز موجود واللاعب فيه مش موجود، يعني شفنا اليوم شادي حسين. انا بقول ان هو عنده كوره حلوه وكل حاجه، ولكن لو انت ما صبرتش على شادي حسين ان هو يلعب اساسي وياخد ماتش واثنين وثلاثه لحد ما يستعيد ذاكره التهديف، صدقني انت مش هتستفيد منه. ماتش بشادي، ماتش بحسام، ماتش بشريف واي بلح، بالاخير انت الخسران. المركز ده بالتحديد لازم تثبت راس الحربه بتاعتك، ما ينفعش كل ماتش بالشكل ده وكل ماتش بنغير. فانت عشان تاخد انتاجيه من شادي حسين انت لازم تثبته، حتى لو شفت منه العجب. انا اليوم شفت منه العجب بامانه، كلاعب كوره كنت بتابعه وكنت بشوف ان هو فعلا لاعب كويس كل حاجه، ولكن اليوم انا بشوف ان في اخطاء ما تطلعش طبعا من راس حربه ولا من المهاجم ابدا في فريق حتى في بيلعب في منتصف الجدول، ولكن ده الموجود. يا تثبت شادي حسين يا خلاص، انت صدقني مش هيبقى عندك اي مهاجم هتقدر تستغله الفتره الجايه. محمد شريف يسجل جول نزله الماتش اللي بعدها ما يعملش حاجه، خلاص نحط بداله شادي ننزله ما عملش حاجه، يلا نزل شريف، بالتالي ده خطا.
من مارسيل كولر. انا من وجهة نظري المتواضعة، ودي وجهة نظري قد تتفق او تختلف، بس ده اللي انا بشوفه وده اللي احنا عرفناه طول عمرنا، فكرة ان احنا نعمل روتيشن ما بتبقاش بالشكل ده وما بتبقاش في المركز ده بالتحديد بالمعدلات الجبارة دي. فوجود شادي حسين اليوم انا كنت شايفة انه لو فضل مكمل، والتغييرة بتاعت ان هو طلع شادي ونزل محمد شريف، التغييرة التقليدية دي انت مدرب تقليدي بحت، وده انا ضده جدا جدا. انا بسحب مهاجم وبنزل مهاجم وانا متأخر، يعني انا عايز اكسب، انا كده بصدر فكرة للفريق اللي قدامي ان انا يعني مقتنع جدا بالنتيجة. انت كده مش عايز تكسب ولا حاجة، لازم يبقى عندك الريسك، لازم تعمل الريسك، لازم يكون عندك المخاطرة الهجومية، يعني خلاص يبقى في اندفاع هجومي، يبقى تحاول ان انت تلعب باتنين بارض الملعب. برونو ما كانش في احسن حالاته، وعندي كونسرن كبير جدا 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 على برونو. طيب فما يعني هنقول اليوم، مش هنقول اوفرول، ولكن اليوم ما كانش في احسن حالاته، يبقى المنطقي والطبيعي ان انا اسحب برونو من ارض الملعب وانزل شادي حسين، وخلي في اتنين مهاجمين موجودين عشان يبقى في زيادة هجومية جوه ال 18، ولكن زيادة عددية. ولكن طبعا هو لا، التغييرات التقليدية البحتة، نسحب شادي ننزل شريف، فالموضوع ما كانش احلى حاجة. تغييرات كولر كالعادة بقت بالنسبة لي محفوظة، يعني بالنسبة لي بقت محفوظة ومفهومة except one. يعني الجد كان في تغييرة بقى دي اللي كان لازم اتكلم عليها قبل ما اتكلم على احداث المباراة، وهي التغييرة اللي في الدقيقة 89 لما سحب الشحات. حد عنده تفسير يا جماعه هو ليه طلع الشحات اللي هو اكتر لاعب اكتف بارض الملعب، اكتر لاعب متحرك، اكتر لاعب بيحاول وبيشوت وعنده اخطاء طبعا هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن من افضل لاعبي النادي الاهلي، فجاه اسحبه بالدقيقه 89 ونزل بداله محمد فخري؟ مش تقليل من فخري ولا حاجه، بس في فرق في الاكسبيرينس بتاعته، وفي فرق في حاجات كتيره جدا مش مفهومه. انت ليه بتطلع لي اكتر لاعب موجود بارض الملعب بيتحرك، اكتر لاعب بيحاول ان هو يسجل، يعني معاه كوره، يا لاعب بيلعب كوره، وتنزل بداله فخري؟ هل انت منتظر انتاجيه من فخري؟ تبديله انا حسيتها ان احنا كسبانين وكولر عايز ضاع الوقت، اصل الدقيقه 89، فانا على ما نعمل التبديل فاحنا هنضيع شويه وقت، فانا انزل بقى محمد فخري. يعني بجد انا بقتش فاهمه كولر بيفكر ازاي، فعلا تغييراته مش مفهومه بالنسبه لي. بعد كده هو طبعا لما سحب برونو ونزل رأفت خليل، يعني بالنسبه لي التغييره دي ما فيهاش مشكله، ولكن هما التغييرتين اللي كانوا غرباء بالنسبه لي، يا غرباء بجد، يعني ايه الغرابه اللي انت بتعملها دي؟ ان انت تطلع شادي، انت تطلع شادي وتنزل بداله الشريف، انا قلت طبعا ليه، والثانيه بتاعه الشحات، فده بالنسبه لي واعتراضي على كولر. نيجي بقى للاعبي النادي الاهلي. طيب انت لو دخلت كاس عالم ورحت شامبيونز بالثلاثه بتوعك في خط الهجوم دول، سواء حسام او شريف او شادي، وانت مغمض كده ما تستناش اي بطوله، يعني ما تنتظرش ان النادي الاهلي هيجيب اي بطوله. انت بتتكلم في الدوري الثالث على التوالي اللي بيضيع قدام عينك. لا انا عايز اقول لك، هو مش بس هيبقى دوري، انت فعلا خط هجومك فقير جدا جدا. وعلى فكره القصه دي مش السيزون ده بس ولا اللي قبله بس، لا انا بقالي فتره كبيره جدا بتكلم في ان ازاي هداف الدوري بيبقى بره النادي الاهلي. وقلت قبل ازاي تبقى انت بطل الدوري وهداف الدوري مش من فريقك. ناس رجعت قالت لي لا دي الكره الحديثه، وده طبيعي جدا، لان انت لما يكون عندك كل اللعيبه بتسجل فعادي انها تخرج بره الفريق. وانا قلت لهم يا جماعه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بصراحه مش مقتنع بيه ابدا. لازم يكون طبعا عندك لاعب واثنين وثلاثه وخمسه وسته، ودفاعك ياسر بيسجل، عبد المنعم بيسجل، علولو بيسجل، لعيبه مفترض ان هي في خط الدفاع بتسجل، ده عادي. بس مش منطقي ان المهاجمين بتوعك يكونوا الـ يعني عدد الاهداف عندهم بالضاله دي، يعني ده مش منطقي ابدا ابدا. طيب فخط الهجوم بتاعك، معلش اعذروني يعني الواحد اصلا تعبان وبيتكلم بجد بالعافيه، خط الهجوم بتاعك فقير، انت عندك عجز تهديفي ولازم نعترف بالمشكله دي. حلها ايه اللي مستني الصفقات اللي جايه؟ طيب انا عايز اقول لك يعني بلاش تضحك على حالك، علشان انت مهما عملت صفقات في ظل الأزمة المالية أو أزمة العملة الصعبة، يعني بلاش نضحك على حالنا، مش هتبقى الصفقات السوبر اللاعب اللي هيحدث الفارق، فما تستنوش يعني حاجة واو. الناس اللي بتحط عناوين وتقول لك صفقة سوبر وصفقتين سوبر وكريستو وكريسبو، ده مش كريستيانو يا جماعة، معلش مع كامل احترامي والله مش تقليل من اللعب خالص، لعب كويس كل حاجة، بس لسه بدري عليه جدا جدا، مش يعني مش ده كريستيانو رونالدو اللي احنا بنفاوضه يعني، او اللي احنا شبه خلصنا معاه. لاعب صغير هياخد وقت كبير على ما يتأقلم وعلى ما يشوف الدنيا وعلى ما يبتدي المكنه تطلع قماش، حتى لو طلق في ماتش او اتنين زي ما شفنا برونو كان جاي اوه لا لا برازيلي برازيلي وطلع الموضوع، لا لا ده مش كده خالص.
فانا مش مستنيه حاجه من الصفقات. دوري بتاعك انت عشان تجيب لعيبه من الدوري بتاعك وبتتكلم في صفقات من الدوري المحلي، حد يشاور لي بس على لاعب او اتنين سوبر، انت لو جبتهم هيفرقوا معاك. برضو هرجع واقول انا مش شايفه اللعيبه السوبر. طب الحل ايه؟ كلمنا قصه قطاع الناشئين، بس طبعا ده حل مستقبلي، انا ما بتكلمش في الوقت الحالي. طب حلك ايه؟ حلك اللعيبه دي بجد، يعني انا مش عارفه، يعني اللعيبه اللي انت شايفها ما بتاديش برد الملعب، ما بتعملش اللي عليها، ما بتجتهدش، وشايفه ان هي شبعت واكتفت، اقعدها دك. طب انا هقول حاجه ناس هتزعل مني جدا، وانا واثقه ان في ناس تزعل مني وناس تعمل لي ان فولو وناس هتقول لك لا روحي انت العبي بعيد بقى. لو انت الثمن اللي هتدفعه لما تلعب بالناشئين او تطلع من قطاع الناشئين لعيبه عندهم روح قتاليه وعايزين يلعبوا وجعانين كوره وهيدولك في المستقبل، هيبقى الثمن ان انت هتضيع منك دوري، فانا موافقه ادفع الثمن، موافقه جدا ادفع الثمن، علشان يبقى بعد كده بناكل الاخضر واليابس وما يبقاش في اي بطوله بتطلع بره النادي الاهلي. لكن على اللي احنا شايفينه ده، انت لو ما حاولتش تضخ دم جديد ولو ما حاولتش تعمل احلال وتجديد جوه النادي، سواء على صعيد اللاعبين وعلى صعيد يعني الجهاز كله، ويا رب الكلام يبقى واضح والناس تبقى فاهمين، انا ما بتكلمش ان احنا ماشي كولر، بس الكلام بتكلم على ان الجهاز محتاج يكون فيه اسماء تانية موجودة مع كولر. طيب انت برضو هتدفع نفس الثمن وهتخسر الدوري، وطبعا في كاس العالم هتطلع حتى التالت اللي احنا فرحانين بيها وهي تستحق طبعا الفرحة، انت مش هتطولها. شامبيونز هتضيع منك للمرة التانية على التوالي، فصدقوني الثمن لو ما اتدفعش دلوقتي هيتدفع قدام، وكمان هتدخل السيزن الجديد ابيض يا ورد وبتدور على نفس القصة ونفس الحلول ونفس الازمة، بتدور لها على حلول ومش هتلاقي. فدي وجهة نظري المتواضعة، وحاولوا يعني فكرة تقبل الرأي والرأي الآخر، يعني اللي شايف ان كلامي غلط يتناقش معايا عادي بموضوعية، ولكن الناس اللي انا بتعمد ان انا ما اردش عليهم او بعمل لهم بلوك طبعا هي الناس اللي بتتجاوز، لان غير مقبول بالمرة ان انت يعني تتجاوز او تتطاول، عشان بس نبقى واضحين، لان في ناس قالت لي انت بتعملي بلوك اللي بيخالفك في الرأي، لا خالفني جدا ونتناقش لحد بكرة مع بعض، بس طول ما انت بتخالفني بأدب لكن هتتطاول او هتقول كلام مش مقبول طبعا اكيد مش هتناقش معاك خالص. طب حبيت بس اوضح. كان بيلعب كورة، كان عايز يعمل حاجة، الشحات كان شكله وأداؤه كويس جدا، كان عنده مشكلة في الفنش، كان عنده مشكلة هو وكل لاعيبة النادي الأهلي جوه ال 18 فكرة اتخاذ القرار والتصرف بالكرة جوه ال 18، طول ما أنا بره ال 18 بلعب كويس جدا ومكمل وماشي وبرقص وبعدي والدنيا زي الفل، أول ما باجي عند ال 18 تحس إن اللعيبة كلها حصل لها ايرور بما فيهم حسين الشحات، أنا مش عارف أتصرف بالكورة، اللي هو كده ايه، تحس ان في دقايق كده انا بتنح فيها ومش عارف اعمل ايه، طب اباصي الكوره ولا شوط الكوره ولا ارجع الكوره تاني اطلعها بره ال 18. فالموضوع بجد كان مش مفهوم ابدا من كل اللعيبه بتاعه النادي الاهلي اليوم، فكره البطء في التفكير، البطء في اتخاذ القرار، يعني الموضوع كان عجيب جدا وغير مفهوم بالمره. هاني تفوق على نفسه، عجبني جدا محمد هاني، الرغم ان في ناس بتحاول تقلل من هاني وتقول لك هو السبب في الهدف، لا طبعا مش هو السبب في الهدف، مع كامل احترامي لارائكم كلكم، ولكن هاني اليوم عمل مباراه رائعه جدا، مش ده محمد هاني ومش دي الاخطاء بقى اللي احنا بنتكلم عليها، يمكن في بعض الاخطاء بس عادي ده طبيعي، يعني على مدار المباراه كان في بالانس ما بين الدفاع والهجوم، شال اكتر من كوره دفاعيا، عمل اكتر من اوفر بالمقاس وبالمزوره، وطبعا لاعبي النادي الاهلي لما على ما فكروا احنا هنعمل ايه، يا تعدي الكوره من قدامهم يا يصطادوا بيها حمام، فلا انا شايفه ان محمد هاني كان كويس جدا، ما يسالش عن الهدف اللي هنتكلم عليه دلوقتي. فبرضه من ضمن اللعيبه اللي كانت عجباني جدا اليوم هاني والشحات، وما كسب مباراه اليوم بصراحه هاني. علي معلول مستواه ثابت يعني ما شاء الله عليه، وانا عمال اقول يا جماعه اغيثوا علي معلول، علي معلول لو وقع مننا مش هيبقى فيه بديل، لازم يبقى فيه حد موجود بيشيل عن علي معلول شويه. فكره ان انت مش قادر تحسم مباراه من بدري علشان تبدل معلول وتريحه، دي كارثه كبيره جدا جدا، واديكوا شايفين الاصابات اللي بتضرب النادي الاهلي، الموضوع بقى بجد مرعب. عبد القادر طبعا ما كانش موجود عشان في كدمه، والسوليه كان موجود، ولكن على فكره السوليه كان عنده اصابه اصلا، كان عنده مشكله في الكتف، وده دليل على العنف اللي كان موجود في مباراه سموحه اللي انا كنت كلمتكم عنه، فاصابات حدث ولا حرج، فمعلول لو وقع مش هيبقى ليه بديل، فيا ريت يبقى في بديل لعلي معلول. طيب حمدي فتحي طبعا كان راجل معتاد، عبد المنعم طبعا ادى دوره على اكمل ما يكون، كريم فؤاد لما نزل عمل خطوره، وده اللي انا دايما بقوله وبشوفه في كريم فؤاد، كريم فؤاد يبقى ورقه ويبقى كارت على البنش قدامك تنزله وقت ما الدنيا تزنق معاك، هيعمل لك فرق،
لعيب عنده روح قتالية، لعيب سريع، لعيب مهاري، فبيعمل فرق. ولكن انك تنزله من اول مباراة دي وجهة نظري برضو، انا بحس ان هو بيتحرق وبحس ان هو ما بيقديش احلى حاجة. طبعا كريم فؤاد نزل هو اللي جاب البنالتي دي برضو هنتكلم عنها دلوقتي. ديانج الدبابة المالية ما يقعدش يا جماعة لأي حد في الدنيا. لو السيد والدي والله العظيم انا مش هنزله واقعد ديانج ده بأمانة. ديانج ما يقعدش لأي حد، لا حمدي فتحي ولا سلية ولا أي حد في الدنيا. طيب ديانج ما يقعدش بجد يعني، خلاص مش هقول اكتر من كده، علشان قصه ان انا بشوف ديانج قاعد على الدكه الا لو مصاب طبعا ده بتبقى جريمه في حق البشريه. محمد الشناوي ماتش يشيلك ماتش يشيلك بامانه يعني والله العظيم انا مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اقول ايه. الشناوي يا جماعه انا بحبه جدا جدا جدا، بس بامانه اخطائه تودي في داهيه. الجول محفوظ محفوظ يعني محفوظ سردينة والله العظيم، حاجة بجد تشل الواحد بيعلش من الشلل اللي هو فيه. معروف ان سيراميكا دي الكورة اللي بيلعبوا عليها، الكورنر يتلعب لعيبة سيراميكا كلها تحس ان هي ايه عاملة دايرة حوالين الجول كيبر، تحس ان هم كلهم متكتلين في نفس الحتة ونغلوش ونعمل احنا حافظين الكلام ده يا جماعة، يعني احنا قاعدين بنتفرج وحافظين الكلام ده. هل الشناوي مش عارفه؟ هل مدافعي النادي الاهلي مش عارفين؟ ناس بتتكلم على محمد هاني وتمركز محمد هاني وان هو كان واقف غلط وكان واقف ورا المدافع ولا قبل المدافع، دي كرة الشناوي. اطلع بالبوكس طير، اطلع بالبوكس طير الكورة، لكن انت طالع طالعة بأمانة يعني كانت غلط جدا جدا جدا. كان في التحامات بس التحامات مقبولة، شد وجذب طبيعي جدا بيكون موجود في ال18، مش الكرة اللي يتصفر عليها انها فاول لصالح حارس المرمى او في خطأ لصالح حارس المرمى. فمن وجهة نظري بشوف ان الشناوي هو طبعا يتحمل الهدف بنسبة 99%، فيعني مش عارفين نقول ايه. كلمنا على التغييرات، هكلمكم دلوقتي عن التحكيم. وزي ما تعودتوا ان كل مرة بخليه اخر حاجة علشان ما تبقاش هي الشماعة. ايه يا جماعه التحكيم ده؟ يعني ايه يا جماعه التحكيم ده؟ والله انا لا بناشد اداره النادي الاهلي ولا بناشد مسؤولي النادي الاهلي، انا بفضفض معاكم من غلبي بقى. عارفين بقى لما تبقى قاعد انت بجد يعني غلب غلب مش عادي، انت تشوف التحكيم كده كل ماتش وخلاص لا حول لك ولا قوه، بجد مش عارف تعمل ايه. فبجد ده مرار، ايه انت وحش وسيء ما بتعملش اللي عليك او حاولت بس ما عندكش التولز اللي انت عارف تحركها، يعني ما عندكش الادوات اللي بجد جامده جدا وتخليك تسجل هدف واثنين وثلاثه، ماشي ما بتلعبش كوره ماشي، بس ما تظلمنيش، اديني حقي انا اخد حقي ودي مش بتاعتك بقى، انا بقى اكسب اخسر انا وجماهيري نصطفل مع بعض، بس ان كل ماتش يبقى فيه اخطاء واضحه لاي يعني اي حد معدي ما يفهمش كوره هيشوف الكلام ده يقول ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، والله العظيم ايه اللي انت بتعمله، انت قاعد متربص بلاعبي النادي الاهلي بدرجه مش عاديه، فاولات لصالح النادي الاهلي وممكن احسبها، بس الكروت انا كروتي عزيزه قوي، وتلاقي كروت تطلع فجاه في كره محمد هاني خد فيها انذار، دي والله العظيم انا ما اعرفش ازاي هاني كان عنده الثبات الانفعالي ده وما ادوش بالقلم على وشه، بجد قمه الاستفزاز. ده اقل حاجه طبعا عملها. كره الهدف الاول بتاع النادي الاهلي اللي فيه كلام كتير جدا من الناس عليها، في اقاويل انها اوفسايد وفي اقاويل انها مش اوفسايد، يا جماعه يا جماعه والله العظيم عيب عيب على عينيكوا، يعني عيب على عينيكوا. قصه الفار واللاين بتاع الفار اللي بيترسم بخط الايد ده بالماركر، الاجهزه دي اللي عفى عليها الزمن، اللي هو احنا كنا بس ايه واحنا ليه بنخترع الفار، يعني الشخص اللي اخترع الفار كان عامل ايه برنامج كده صغنن كده تجريبي لسه، اللي هو ايه شفتوا الجهاز الجديد ده الله بيعمل 1 2 3، هو ده اللي احنا شغالين بيه. الخطوط بتترسم بالماركر مش على الكمبيوتر طبعا، اللاين باين جدا ان هو مش مظبوط، والكوره بالعين المجرده من الزاويه الاولى وقت ما كنا بنتفرج على المباراه باينه جدا ان هي انسايد وان هي مش اوف سايد خالص، في حاجه تجيب ارتجاج بالمخ والله العظيم حاجه تحزن. فده الهدف الاولاني اللي طبعا كان واضح وضوح الشمس، بينالتي بالشوط الاولاني وبينالتي بالشوط الثاني، ده العادي. كون ان انا احسب لك واحده ودي الكومنتس اللي هتجيلي على الفيسبوك بيج وانا عارفه ده انتوا واخدين بينالتي عايزين ايه، هتطمعوا؟ لا انا لو ليا 10 اخدهم. هو انتوا يا جماعه بتخترعوا في كره القدم؟ هو انتوا بتخترعوا قوانين؟ يعني انا عايزه افهم حاجه، انا كان ليا 3 اديتني واحده فاحمدي ربنا اني خدتي واحده، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الفارغ ده بجد؟ ليك بينالتي في الشوط الاولاني واضحه بتاعت شادي، يعني الاعمى اللي معدي هيقول لك الحق في هنا بينالتي،
ما اتاخدتش. الشوط التاني نفس الكلام، كرة كريم فؤاد البنالتي اللي اتحسبت لكريم فؤاد دي مصيبة سودة، يعني دي بنالتي واحمر. انتوا شفتوا رجله كانت فين؟ يعني انتوا شفت الستارز بتاعه كان فين في رجل كريم فؤاد؟ هل الكرة دي تعدي كده عادي وتمر مرور الكرام وتطلع فيها اصفر؟ يعني انت وجهة نظرك ايه؟ ولا انت تعرف ايه عن القانون؟ معلش اشرح لي عشان يمكن انا شوية ما بعرفش، جهلة. الكرة دي طالما حسبتها بينالتي وشفت الرجل كانت فين، يبقى الانذار يبقى الاحمر على طول يطلع معاها، ما فيهاش كلام. ده بالاضافة لان هو اصلا ما صفرش. كلنا فجأة اتفاجئنا وانا قاعدة بقى اللي هو نعم نعم الكرة دي عدت ازاي، وحاجة مش معقولة ومش مصدقة. من قبل ما الفار يعرض السكرين اللي عرضها دي، انا اوريدي كنت عاملة سكرين ريكورد وكنت شايفاها، فمش مصدقة هي ازاي عدت كده. ما تعرفش ايه اللي حصل، يعني الفار استدعاه ولا ايه اللي حصل خلاه يروح؟ يعني دي محتاجة تتشيك الفار اصلا. هل انت بعيونك ما كنتش شايف ان الكرة دي اصلا لازم تتصفر من الاول؟ لا طبعا ما ينفعش يصفر، في هناك غندور وفي هناك نور الدين بالملعب، فانت حقك ايه اللي انت عايز تاخده؟ وتلاقي معلق يقولك في كلام كتير وهنشوف الكلام عليها ايه. يعني والله كملوا الضحك يا جماعة، ما تكملوا اللوحة، يعني اللوحة الفنية لازم تكمل بالضحك كمان مع معلق المباراة اللي لا يتسمع ولا يتسمع، يعني الاثنين. مش هتكلم طبعا على الشوف. المهم فالكرة كانت غريبة. الاغرب بقى، يعني الاغرب والاغرب والاعجب، حتى لو انتوا كلاعبي النادي الاهلي لما بتعترضوا وما بتاخدوش حقكم، هفضل اطالب بحقي مره واثنين وثلاثه وعشره. الكره زي دي ازاي ما حدش اعترض عليها؟ ما حدش راح قال له يا عم لا وقف ونحجز ونتكلم، حتى لو هتكلفكم انذارات، بس يا جماعه اعملوا اللي عليكم. اللعيبه يا جماعه بقت مستسلمه، جانب مستسلم تماما وخلاص وريدي بالامر الواقع، وجانب بيشرب عصير ليمون بالتلج والله العظيم على قلبه مراوح، وجانب اللي هو القلة القليلة مموتين حالهم بأرض الملعب، اللي دول احنا بجد بندعمهم وفي ظهرهم. كلام بيتكرر كل مرة، والكلام بقوله هو كل مرة، وبوخ وسخف، وبقيت حاسة ان انا مش عايزة اعمل حلقة. الواحد عنده كم من الإحباط غير عادي والله من اللي احنا بنشوفه. لا قصة دوري ولا قصة بطولات ولا قصة ضياع، وقصة ان انت متعود على النادي الاهلي، يعني من لعيب النادي الاهلي على روح معينة انت مش لاقيها، حاسس بالضياع، حاسس ان الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرحك ما بقتش موجودة. يعني ربنا يرحمنا يا رب، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ان شاء الله يا رب اتمنى من كل قلبي ان كل واحد يراجع حاله، كل واحد لابس تيشرت النادي الاهلي يفكر الف مرة، يفكر النادي الاهلي عمل له ايه وهو عمل ايه للنادي الاهلي. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير. Thank you.